كلمة إنجليزية تعني دولمن وتعني منضدة الحجر، وقد تشير إلى العشاء الأخير، لكنها هي عبارة عن يعني بدايات للعمارة البشرية. طبعا هذه العمارات أو هذه الدولمن منتشرة بالعالم برقم يزيد عن 5000 قطعة أو منشأة من هذه الدولمن، لكنها عبارة عن بلاطات حجرية، هي بالوصف بلاطات حجرية من جانبين وجانب يغلق الضلع الثالث، وهنالك بلاطة في يعني في السقف مع ترك مدخل صغير أحيانا يكون على شكل دائرة. يقال بأن كل دولمن هو عبارة عن قبر لشخص وربما كان لأكثر من شخص. الدولمن هي عبارة عن مقابر يعني بفترة ما قبل فجر التاريخ يعني أو العصر الحجري النحاسي الكالكوليت تقريبا بالألف السادس قبل الميلاد تقريبا، وبقيت مستمرة، هذا الطراز بقي مستمرا حتى يعني فترات البرونز. إذا فترة الدولمن هي تمتد ما بين العصر الحجري النحاسي وحتى فترات البرونز. طبعا موجودة في كل العالم، مثلا في سوريا موجود منها قطع، في الأردن، في لبنان، في تركيا، في الجزائر، في بريطانيا، فرنسا، في الكثير من الدول، وتدل على يعني قدم الحضارة البشرية وخاصة فيما يتعلق بالعمارة. الغريب في الأمر هنالك لا يوجد يعني لقى حجرية، لقى أو يعني معدنية، لا يوجد لقى معدنية، حتى فخاري قليل جدا، هذا يؤكد أنها يعني تعود إلى ما يزيد عن 5000 عام وربما أكثر. طبعا فترة مبكرة، فترة دولمن عندما نتحدث عن 5000 عام وأكثر فهي فترة مبكرة من تاريخ البشرية، وكيف يعني كان الإنسان يتعامل مع الحجر لإشادة البيوت لأول مرة بعد أن يعني انتقل من الظواهر الطبيعية اللي هي مغارات إلى يعني بدايات العمارة، ويعني وضع العناصر الحجرية بجانب بعضها على شكل دائري، وربما كان لها تصوين على شكل مربع أو بالعكس. في البعض منها عثر في يعني في محافظة درعا في منطقة عين ذكر شمال غرب محافظة درعا لا تخوم منطقة الجولان على يعني دولمن بشكل مستطيل ولديه تصوينة دائرية. البعض يسميها الصناديق الحجرية، والبعض الآخر يسميها يعني عمارات الكائنات الفضائية، يعني لا يوجد كائنات فضائية بالموضوع، هنالك أساطير الإنسان يعني أشادها بناء على يعني تطوره بتلك الفترة ويعني المستوى الذي وصل إليه لكي يشيد هذه العمارات ويعني يبدأ بفن العمارة. إذا هي ظواهر أثرية تخص الكثير من الشعوب متعددة، ربما طراز معماري متعدد ليس يعني موحد في كل الأماكن، لكنها نشأت تقريبا بفترات متقاربة.